الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وأهله أهل الوفاء والصفا. أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة بعنوان ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم كما أخبر ربنا في براءة حتى نفوز بالخيرية كما أخبر بذلك خير البرية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتكلمنا معكم في كتاب الصيام من كتاب الاختيار لتعليل المختار للإمام عبد الله محمود ابن مودود الموصلي رحمه الله. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: وأما قضاء رمضان وصوم النذر والكفارات واجب، وصوم النذر والكفارات واجب، وما سواه نفل، وما سواه نفل، وصوم العيدين وأيام التشريق حرام، وصوم رمضان والنذر المعين يجوز بنية من الليل وإلى نصف النهار وبمطلق النية وبنية النفل. المسألة الأولى، بارك الله فيكم، تكلم رحمه الله عن صوم النذر والكفارات بعد أن تكلم عن حكم الصيام، وقلنا أن جمهور الفقهاء قالوا إنه واجب، وطبعا الصيام ركن من أركان الإسلام، لكن اختلفوا في حكم كما ذكرنا في الفيديو السابق كي لا نعيد الكلام. في حكم الصيام انتقل إلى صوم النذر والكفارات فقال بأنه واجب. وكما نعلم أيها الإخوة أن شرط الأداء في الصيام وشرط الصحة، هناك شرط لأداء شهر لأداء الصيام وشرط لصحة الصيام. الصوم وجب عليه مسلم بالغ عاقل مكلف، وجبت عليه التكاليف الشرعية بأجمعها، بقي شرط الأداء. إذا تحقق الشرط وهو الصحة والإقامة، لأن الحق جل في علاه قال في آيات: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. وكما قلنا بأن سبب رمضان، سبب رمضان، سبب الصيام هو الشهر، حلول الشهر، كما في الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس، الوقت هو سبب للصلاة. فكذلك شهر رمضان، حلول الشهر، بداية الشهر سبب لصيام شهر رمضان. هذه قبل يعني أن نبدأ في صوم النذر والكفارات. قال بأنه واجب. أما النذر فلقوله تعالى: وليوفوا نذورهم. وهذه مسألة خلافية عند السادة الحنفية، وإن شاء الله سنرى التفصيل فيها بإذن الله. لكن نقرأ كلام المصنف. قال: أما النذر فلقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وقوله عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. وأما الكفارات فلما يأتي في بابها إن شاء الله: وما سواه نفل، لأن النفل في اللغة مطلق الزيادة، وفي الشرع الزيادة على الفرائض والواجبات، الزيادة على الفرائض والواجبات. هذا هو تعريف الإمام الموصلي ورأيه في صوم النذر والكفارات، فقال بأنه واجب. لكن فقهاء الحنفية اختلفوا في هذه النقطة وفي هذه المسألة كما قلنا، فقد ذكر صاحب فتح العناية، ذكر صاحب فتح العناية بشرح باب النقاية حكما بأنه من الفروض وليس من الواجبات. وقد اختلف أيضا وذكر ذلك الكلام صاحب شرح فتح القدير عليه رحمة الله، فقال رحمه الله صاحب فتح باب العناية، وقال: وكذا صوم الكفارات فرض، لقوله تعالى في كفارتي القتل والظهار:
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وفي كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ولقوله عليه الصلاة والسلام للذي واقع امرأته في نهار رمضان صم شهرين، وكذا فرض المنظور في الأظهر لقوله تعالى وليوفوا نذورهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أوف بنذرك، وقيل إنه واجب، أي أن هذه مسألة اختلف فيها فقهاء الحنفية. الصوم النذر الإنسان الذي يعين على نفسه صوم يوم بعينه، ينذر صوم النذر، إنسان يقول إن شاء الله إن يسر الله لي أمر كذا لأصومن يوم الخميس القادم، يوم الخميس القادم تقربا لله أو تطوعا لله، هذا نذر معين محدد بيوم، نذر معين محدد بيوم معين، لأصومن يوم الخميس القادم. فهذا الحكم الفقهاء الحنفية منهم من قال بأنه واجب، ومنهم من قال بأن له حكم الفرضية كصيام شهر رمضان، هذا يسمى النذر المعين. صوم الكفارات، صوم الكفارات، كفارة الظهار، كفارة من واقع امرأته في نهار رمضان، هذه تأخذ حكم الفرضية، تأخذ حكم في حكم الفرض كصيام شهر رمضان. وذكر الإمام ابن الهمام رحمه الله في شرح فتح القدير كلام طيب حول هذه المسألة، فقال رحمه الله وأقسامه فرض وواجب ومسنون، فرض وواجب ومسنون ومندوب، فرض وواجب، فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه. في أقسام الصيام يقسم صاحب شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية، فيفصل أقسام الصوم فيقول وأقسامه فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه تنزيها وتحريما. فالأول أي الفرض، أي الفرض وهو قضاء، وهو شهر رمضان أو صيام رمضان، وقضاء والكفارات للظهار والقتل واليمين وجزاء الصيد وفدية الأذى في الإحرام لثبوت هذه بالقاطع، أي بالدليل القاطع المتواتر سندا ومتنا والإجماع عليها. وأما الواجب أي الصوم الواجب والمنذور، وأما الصوم والإجماع عليها والواجب المنذور، أي الصوم الواجب المنذور والمسنون، أي الصوم الذي له حكم السنية بأن هذا صوم سنة ليس فرضا ولا واجبا، وهو صوم عاشوراء مع التاسع، والمندوب صوم 3 أيام من كل شهر، ويندب فيها كونها الأيام البيض، وكل صوم ثبت بالسنة، كل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه، كل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه كصوم داود عليه السلام ونحوه، والنفل ما سوى ذلك مما لم تثبت كراهيته، والمكروه تنزيها، المكروه كراهة تنزيهية، صوم عاشوراء منفردا عن التاسع، وتحريما أي الصوم المحرم أيام التشريق والعيدين، أيام التشريق والعيدين. هذا هو تفصيل
الإمام ابن الهمام رحمه الله في شرح فتح القدير عن هذه المسألة، وهي مسألة صوم النذر والكفارات. ونرجع إلى الإمام الموصلي رحمه الله فقال: وصوم العيدين وأيام التشريق حرام، لرواية عقبة ابن عامر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر وأيام التشريق، وقال عليه الصلاة والسلام: في أيام منى إنها أيام أكل وشرب، ويوم الفطر مأمور بإفطاره، وفي صومه مخالفة الأمر ومخالفة الإسم، وعلى ذلك الإجماع، أي أن اليوم مأخوذ من اسمه يوم الفطر، كيف للإنسان أن يصوم ويتعمد الصيام في يوم العيد، في يوم الفطر، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى.